اختيارها فالندوة هذه لترشيد المزارعين ترشيدنا احنا كجهاز البحر. نشوفوا احنا وين مدينة بردامس، هذا موقعها اللي كنت نحكي عليه. وما او توصيات تفيد بردامس واهاليها وتفيدنا احنا في معالجة الآفات اللي ممكن تصيبنا في بارك الله فيكم ونترك المجال للباشمهندس الجميل. حتكون فيه نوع من رداءة في الجدع، نوع من رداءة في الثمور في الثمار، وبالتالي حتى استعمالاتها في البناء. في مدينة درج بناء على طلب أكثر من 6-7 فلاحين نحن ننقلها مباشرة، ونحن فعلا نحن ننوه لكل المزارعين لكل الفلاحين لكل المهتمين ضرورة الاهتمام بهذه الشجرة، نستخدمه في ثمارها في جنف في 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 تصنيعات المشتقة من التمور. وهي جميعا كيف نحن نعاون جميعا في نحن نرقوا بالنخيل في مدينة بردامس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأفاضل الحضور ونشكركم على التلبية نتاعهم وهذه التلبية اهتمامكم بالنخل. نظمت اليونسكو سنة 1986 اعترافا بتراثها المميز الذي يضم قرونا الطويلة من التقاليد المحفوظة على هيئة طراز معماري ونظام اجتماعي. جنوب غرب مدينة طرابلس وتبعد مسافة 600 كيلومتر قرب الحدود التونسية والجزائر عند خط عرض 28. تفضل سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندسة جميلة البخاري يوشع، عضو مجلس بلدية تغدامس. اليوم قدمت محاضرة بعنوان بعنوان الآفات الزراعية التي تصيب النخيل في مدينة تغدامس. وطبعا كان استهدفت طبعا الفلاحين واستهدفت المهتمين بالنخيل لتوعيتهم وترشيدهم كيف يكافحوا هذه الحشرات والآفات هذه الزراعية والحد منها بحيث نحصلوا على محصول من التمور وشجرة سليمة من الآفات وتمور جميلة ومفيدة وما فيهاش آفات وتحسن من المستوى الاقتصادي للفلاحين. وكان طبعا هذه المحاضرة فيه حضور هلبة من الناس المهتمين، ان شاء الله يعني يستفادوا منها ويكون في تعاون بيني وبيننا مع بعضنا بحيث نحن نرفع من انتاج التمور في مدينه تغدامس.